الرحيم نحكي بهالمقطع عن آلية استخدام جهاز CX50 من شركة فيليبس. بداية حتى ندخل نحن على أي جهاز نحط patient وندخل اسم المريض تمام. نحاول نحط ال first name مثلا بشير وال last name. هلا هيك صار جاهز نقول له اوكي. الحالة ولد ال ID واعطانا الاسم. هلا هيك بالنسبه للبيشن اختيار الترانسديوسر. هلا عم بكبس عليه ما عم يختار شيء. ليش؟ لانه البروب ترانسديوسر مو موصول. نحن حنوصله تمام. بعد ما وصله من هون نتاكد انه موصل من تحت. موصل هلا 100% تمام. هو فكه وتوصيله من هون فهو هيك بيفك وهيك بتوصل. هلا هيك صار موصل. حط فريز. حط ترانسديوسر. طبعا لاحظ كبسنا عليه كمان ما تهيئ لانه هو بروب واحد. لو عندنا كذا بروب كمان كنا شفنا الخيارات الترانسديوسر الموجوده. البريسيت روح على البريسيت. شو على البريسيت؟ على حسب التطبيقات اللي عندك. انا عندي كاردياك وابدومين وفاسكولر واكيوت. نختار اللي منه كاردياك ونختار الابلكيشن بدي ادولت ايكو مثلا. هلا صار جهاز جاهز لنستخدمه ونصور عليه. هاي بالنسبة للريسيت. ريفيو بنفوت على الدراسات اللي عنده ونشوف شو في عنا ريفيو. هلا هنشوفه. ريبورت تقرير اند اكزام نهاية الدراسة. اي سي جي مشان نظهر الاي سي جي متحكم فيها. في تحكمات. هاي التحكمات كل زر هو له زي نحن مثلا بدي اتحكم بالار ويف تمام. ار ويف فوق نشوف شو ار ويف فوق. شو هو الزر فوق؟ عنا الزر هذا يتحكم فيه. شلون بتحكم فيه؟ بكبس عليه بصير اون اوف شايفي. طب انا بدي اتحكم ب 75% التدوير. إذا الزر اللي تحت تدوير الزر اللي فوق اون اوف. اي سي جي انفيرت كمان نفس الشيء. ليد انو ليد كمان بكبس عليها. تريجر مثلا بدور. فاللي تحت تدوير الفوق كبس. هي بالنسبه للاي سي جي. عندنا هايد اي دي اذا بنخفيه. بروتوكول اذا بدنا ستريس مشان ندخل على ستريس حسب البروتوكول اللي بدنا اياه. سيت اب لحتى نفوت على اعدادات الجهاز حنحكي عنها بتفصيل. والهيلب لحتى نحكي عن الهيلب تبع الجهاز اذا اي كلمه مرقت علينا وما عرفناها بدنا نفوت عليها وندخل عليها. هاي بالنسبة للهيد. اكزيت احنا نطلع من اكزيت اسكيب او هيلب نفسها نكبس على الهيلب نفسها ونطلع منها. هاي بالنسبة لأول سطر. طيب شو في عنا خيارات ومعايرات بالجهاز؟ عنا 2D جهاز. عنا كلر. عنا TDI. عنا TDI مثل ما حكينا تشو دوبلر. عنا BW continuous wave mode تمام. عندنا مثلا التحكمات الثانيه. عندنا الليفت والرايت. هي مشان تقسيم الصوره. تقسيم الصوره بيكون هون تمام. عندنا بوينتر مشان ناخذ بوينتر عشان نتحكم بالصور. كلبر للقياسات وتريس. كلبر وتريس وكالكوليشن معادلات. هدول قياسات مباشره. ريس لمسحه. تكست لكتابه. ماركر بادي ماركر. اكوار لتخزين الصوره. فريز لتجميد الصوره. هذا عندنا جين زيد وتنقص الجين مع اكتف مود اذا كان حسب المود الاكتف. كومبريس عشان نتحكم بالكومبريس. الكومبريس عندنا نحن اذا بدنا اياه مثل الدايناميك رينج انه بنغير يا اما سموس يا ناعمه. هي حنشوف هلا بتطبيق عملي مع التصوير. زوم لتكبير الصوره. عندنا هون الشيء اسمه ديبس وفوكس. بس نقيم الفريز لا اشتغلوا الديبس والفوكس مع انه ما كانوا شغالين تمام. عندنا ميس الاي سكان طبعا بتكون كمان فعاله بالحاله. هلا هنجربها بتطبيق عملي. عندنا هون لايف 3D والاكسبلين اذا عندنا بروبات ثلاثيه الابعاد بنشتغل عليها. عندنا تغيير تعليق الصوت وتوتات الصوت للدوبلر بنجي من هون. عندنا ال جي سي من هون والتي جي سي من هون. هدول هن اهم زرار اللي موجودين على لوحه التحكم تبع الجهاز CX50. طبعا في تحكمات فوق حنحكي عنها بشكل عملي بالفيديو اللاحق.